بهالفوتو سيشن كسرت سوسن ميخائيل النمطية بجلسات التصوير يلي بتخضع للنجمات، فقررت تتحدى الملل يلي عم تعيشه وتنزل من الطابق الثالث لتلتقط مجموعة من الصور التذكارية مع الجبيرة. فشو يلي صار مع سوسن؟ حادثة بسيطة يعني جدا أنا كنت متوقعتها أنه بسيطة، عم طلع فيها إشكال ألوان. يعني زحطت بالحمام، جت كرجلي على الحيط، فكرت أنه إصبعي بس انفكش، عم طلع أنه مكسور المفصل ومدري شو هيك. وصلنا بالمستشفى، حطينا برغي وشقفت صفيحة، يعني هيك نسند هدول الغراض مع بعض. وقررت سوسن تخوض هالتجربة لتنفي كل الإشاعات يلي طالت وضعها الصحي. قالوا انه مشغوله وما بدها ترجع على الشغل وقرفان الشغل. لا، انا هذا باب رزقي وهي شغلتي الوحيده، يعني يمكن بموت وانا عم بشتغل نفس المهنه. حسيت انه انا لا، ليش لحتى ما ساوي هذا الحكي؟ وحتى انه انا نزلتي من البيت كانت صعبه، يعني عرفتي ساكنين بالثالث طابق وعلى الدرج وعلى الهي، بس قلت لا، بدي اتحدى كل شيء وبدي ساوي هذا الحكي وفرجي للعالم انه انا موجوده وانا بعد روحي لساتها مثل ما هي. شويه كسره بسيطه مثل كسرات هالزمن يعني وبتعدي. ويلي صار مع سوسن بيشوفه البعض انه عين، وخاصه بعد فيديو نزلته من مكان اقامتها خلال الحجر الصحي بعد عودتها من الامارات، ويلي كان مختلف تماما عن مكان اقامه زملاء خالد القيش وتامر اسحاق. عين غير شكل. من لما كنت هونيك وأنا سجلت على هاي الرحلة، قلت له الأستاذ تعمير، قلت له تعال انزل معي. قام قال لي لا، بدي شوف أنت شو بده يصير فيكي بالحجر. خالد نفس الشيء، قلت له تعال ونزل معي على نفس الطيارة. قال لا، روحي أنت وحكي لنا شو بده يصير، يعني مثل أنا بعتوني كبش فداء. حاولت أنه أحكي مع ناس أنه يهربوني من المطار، كمان ما ضبطت، شكل فرار ما ضبطت. بس أنا وصلت على المطار لقيت التعامل كتير ظريف، وبعدين وصلني خبر أنه لحنا على صحارة. قلت صحارة حلو، يعني منتجعه حلو هيك. ومن قد ما اندهشت باللقاء وتعامل الناس معنا وهيك، يعني دغري نزلت فيديو مباشر انه نحن هلا بصحارى والناس كتير زراف وتعاملهم كتير منيح معنا وهيك. قلت له للاستاذ كل هذا الوقت انا عم بحكي مع الاستاذ تعمير وعم قل له انه الامور هي، خالد القيش نزل من العين، دغري راح على السفاره قال لي دفعت ونازل انا ومدري. قام يا حرام يلي كانوا ناصبين لي عم هو طلع فيهم. تاني عين انا مرتين بس طلعت، يعني انا جايبه سيارتي جديد، جيت على البلد وصلت سيارتي وهيك، مرتين بس طلعت على الاذاعه، رحت نزلت فيديوهات كمان انه تفائلوا مع انه الوضع ما خرج تفاؤل ابدا، وان يعني نستقبل الحياه الضحكه وما بعرف شو هيك. بونجور سلامة تسلمك. أنا هاللقاءين هدول المباشر اللي عملتهم لايف جابوا أجلي بالليل، أنا وقعت وصابتني هاي القصة. وهذا الشيء اللي دفع سوسن ميخائيل لتختار طوق كف الإيد يلي برد العين بهالإطلالة. ورغم كل هالطاقة الإيجابية اللي سيطرت على لقائنا معها، ولكن كان ورا هالضحكة في غصة وعتب على بعض زملاء المقربين. بغص لأنه في كتير ناس بتعني لي، عرفتي كيف؟ ما لقيتها واقفة قدامي. زعلت إنه في بعض الثغرات عند ناس قريبة منهم ما كانوا يعني مهتمين كتير. أنا كان بدي اهتمام هيك نفسي أكثر ما هو، مو إنه زيارة بس تبعيت زيارة مجاملة أو إنه أنا لازم أعمل هذا الواجب وأقوم. لا، أنا في عندي اهتمام، ممكن بالتليفون تحسي بهذا الاهتمام، ممكن إنه لما بتنسألي أنت لازمك شيء هذا تعتبري اهتمام. بالنهاية أنا العتب هذا عتب محبة أكثر ما هو عتب إنه بس بدي أحكي لها. وكعتب محب لم ينحبت سوسن توجه رسالة من خلال كاميرا كيو ميديا. عتب محب مثلا مدام وفاء موصل لي مثلا إنه ما اتصلت فيه حتى اتصال، يعني أنا بحبها كتير وفي مواقف يعني مثلا ندق لي ساوي شغلة الفلانية سوس كتبي على الفيس هيك، نتبرع للمدري لشو هيك. أنا بعتب عليها لأنه بحبها بعتب عليها، أما ناس ما حدا ما بيعني لي ما بعتب عليه. بقول لها إنه أنا بحبك كتير، بس أكيد كانت مشغولة أو شيء. ومو بس هالحادث هو سبب موت سوسن السيء، فخوفها من المستقبل سيطر عليها خلال هالفترة. ما بخبي عنك إنه أنا هاي الفترة كنت كتير مكتئبة وكتير متضايقة وعم فكر كتير ببكرة.
خايفة كتير بعد. طب أنا هلأ يعني إنه مشكلتي إنه أنا رجلي مكسورة، ما بقدر ساوي شيء، ما بقدر أشتغل، ما بقدر. عم بقول حشتي هلأ إنه أنا مجبسنة رجلي مثلاً هالشهر وهيك. طب بعد الشهر شو بده يصير؟ أنا خايفة لأنه وضع البلد ووضع العالم كله ياته. يعني أنا مثلاً عندي شغل بدبي بس بركي ما فتح السفر، أنا شو بده يصير فيني؟ وبحس إنه هون الأجور رح تكون قليلة بالنسبة للوضع المعيشي اللي إحنا عايشينه. إذا ما إجاني شي برا أنا رح يكون وضعي مانو منيح، أنا ماني مكدسة مصاري، أنا بالأزمة للأسف أنا ما طلعت اشتغلت برا، ويلي اشتغلوا بقلب البلد أخذوا أجور كتير زهيدة لأنه استغلونا إنه أنتم محتاجين هذا الشغل. وأنا في كتير أدوار اشتغلتها وأنا ماني مقتنعة فيها لا ماديا ولا كدور ولا هي، بس مضطرة اشتغل لأنه أنا بدي مصاري بدي عيش. بعد هالحديث البعض رح يعتبر جلسة هالتصوير هي استراتيجية عم تتبع الفنانات بالآونة الأخيرة لتذكر الجمهور فيهم، وخاصة مع قلة أعمالهم الدرامية. فكيف بتشوف سوسن هالقصة؟ أنا عم بعمل هاي جلسة التصوير مشان أنا فعلا أقول إنه أنا موجودة. هو بيقولوا انه اذا ما عنده شغل بتعمل جلسه تصوير، انا عم بعمل جلسه تصوير مشان يعرفوا انه انا موجوده ومشان يجيني شغل، لانه هيك مهنتنا بدها، وخاصه بالوقت الحاضر. يعني اذا انت ما برزتي وما طلعتي كثير ما حدا بيقرب عليك، يعني بتختفي من الاذهان. ومو بس جلسة هالتصوير هي الموجة الوحيدة اللي رح تواكبها سوسن بعصر السوشيال ميديا، فرح تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي يلي بتعتبرها صارت المعيار يلي بيتم فيه اختيار النجمات. عم بيجيبوا نجوم هنن، بس نجوم على اليوتيوب، يعني نجوم على الانستا، انه قديش عندهم متابعين معناتها هدول صاروا نجوم. يعني هلا في كتير مسلسلات عم تنشغل ما بتعرفي حدا منهم، بس هنن طاري نجوم عندهم. اي وانا بدي اشتغل على هاي القصة لأنه هيك ماشية الدنيا. وحتى أنه هلأ أنا بدي ساوي قناة على اليوتيوب وبدي أشتغل عليها، أنه بركي بتقربني من الناس أكتر وتعرف تفاصيلي الناس أكتر. وبما أنه سوسن رح تصير أكتف على إنستغرام مثل ما خبرتنا، فممكن تتعرض إطلالاتها لكتير من الانتقادات مثل ما صار معها بصورة لبست فيها هوت شورت. فهل بتتأثر سوسن بهالتعليقات السلبية؟ بداية إني لما ما بيكون محله، يعني حدا بيفوت على صفحتي وأنا بالسفر مثلاً لابسة شورت، إنه أنت هالعمر ولابسة شورت، طب أنت فتت لعندي شو بدك فيني، هاي صفحتي يعني أنت هاي. أو بياخذوا مواقع بياخذوا تبع دراما ما بعرف شو أسماءهم وهيك، بياخذوا صور من عندك بدون إذنك وبياخذوها بيحطوها لناس عن جد تافهة. يعني في ناس بيقرفوك السوشيال ميديا يعني عن جد. بس أنا وصلت لمرحلة إنه أنا لازم مارد على هذا الحكي، لأنه شفت إنه مو بس أنا، يعني في ممثلات ملكات جمال قريت شوية تعليقات إنه حرام شو قايلين لهم، يعني صرت أزعل عليهم ما أزعل على حالي، إنه يا محلى إنه يحكوا عني إنه أنا بالشورت.